ما شفتش الحقيقة مستوى عالي نتاع الديربي، تحس كونه تعرف المباراة النتيجة نتاعها تهم الفريقين، معناتها الترجي الرياضي ما دخل في نوعا ما في فترة شك، معناتها ويحب يكونفيرمي بالمقابلة هذه اللي هو معناتها يقعد من أحسن الفرق التونسية إذا كان مش هو الأحسن. النادي الإفريقي زاد يحب يغتنم الفرصة نتاع الديربي هذايا باش يرجع صورته وباش يرجع في السباق، معناتها ماك تعرف كان فما إمكانية باش يرجع في السباق النادي الإفريقي، مش بعيدة ياسر الترجي على المستير، معناتها الكلاسمون هو اللي خلى اللي المقابلة هذه عندها قيمة كبيرة برشا. تبقى فنيا الحقيقة ما ريتش حاجة كبيرة، أنا أحسب الفرص ما فماش فرص واضحة جدا، فما فرص أما ماهيش فرص واضحة جدا. أنا ممكن فما ناس قالوا عجبني الأربيتراج ماهوش خايب، معناتها والحمد لله معناتها جابوا اربيتاج وهذه فرصه باش نطلب. انا عجبتني شجاعته رغم قوه الموقف، انا عجبتني شجاعه الحكم. هي. يعني رغم قوه الموقف رغم الجمهور ورغم اللي صار الحكم ما تاثرش بها. لا حكم، وان شاء الله التجربه هذه علاش ما تصيرش اتفاقيات مع البلدان العربيه خاصه باش يكون تبادل نتاع باش باهي. عجبتك كل لاعب وطريقته في الاحتفال. ما لا عجبتك شيء، عجبتك انت كل لاعب وطريقته في الاحتفال. لا لا شطحه نتاع تشات 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 هذه ايش نتاع كوره ما يكون السي المنجي لو ما يقولش نكته هذه 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 الرقصه هذه الرقصه هذه الرقصه هاو اخزر صمبا بلا يشوف صمبا برازيلي نرفز شطحه نرفز هذا هو اكيد بونجي البحر وشطحه ينصاصا ما عجبتوش. نمشي مع بايرن على مستوى المباراه التكتيكين الشوط الاول كيفاش كان بين الترجي والافريقي. بدايه قويه للترجي دقيقه ثالثه ينصاص والهدف الاول بعد تمريره حاسمه من رودريغيز وما بطاتش برشا الترجي في الهدف الثاني. هي ملك خليني نقول لك السذاجه التكتيكيه للاعب النادي الافريقي هي اللي خلات الترجي يتقدم معناها مبكر في المباراة ويسجل الهدفين تقريبا بنفس الطريقة. وقت اللي تشوف الاندفاع في الضغط على حامل الكرة والخروج بالطريقة هذيك مع الاتكالية في الرجوع الدفاعي والثقل متاعهم نتيجته هدفين، هدفين بأقدام برازيلية، الهدفين كانوا بال خليني نقول جو ديريكت اون دو توش دو بال، الأولانية معناها كانت الكرة الطويلة على ساس، ساس كيفاش ياخذ الكرة يبيفوتي على رودريغيز، ياخذ الكرة يبيفوتي ويخرج ساس في انفرادية يحط بالساق العكسية في القائم العكسي. شفنا الهدف الثاني بوزيسيون التيران تاع الافريقي كان فما لاعبين يمكن اكثر من 6 لاعبين في منطقه جزاء الترجي. هذا اللي قلت لك لو ديزيكيليبر، الشيء اللي خلى فما ديزيكيليبر على مستوى دفاعات الافريقي، الافريقي اتكاليه في الرجوع في التغطيه الدفاعيه، بالتالي التنشيط عندنا شكرا لك يعطيك الصحه، تنشيط هجومي للنادي الافريقي، تنشيط الهجومي للنادي الافريقي نشوفوا فما 8 ملاعبين موجودين، 5 وسط المنطقة، 6 و2 لبرا من المنطقة، لكن أول ما تقص الكرة نشوف آليا يلقى روحه في انفراد، وين هنا ظهير اليسار، وين قاعد معناها يحوس مش عارف. في الهدف الثاني نفس الشيء كان على جهته هو بنفس الأسلوب. اليوم الوقت اللي نحكيه على تنشيطين دفاعي والتنشيط هجومي الفريق المفروض يكون فيه توازن، المفروض نعرفه قدور موجود معنا وخويا طارق انه حتى المدربين وقت اللي تعطي توصياتك انه خروج ظاهرين ما يكونوش الاثنين في نفس الوقت، ديما يخرجوا واحد بواحد باش التسجيل طريقة التحرك سواء من تحضير رودريغيز الساس في الهدف الاول او تحضير ساس رودريغيز في الهدف الثاني. واضح.